السلام عليكم طلاب مجددا. تكملة محاضرتنا لهذا اليوم عن الدايسكرايد. الدايسكرايد هي شنية قلنا؟ قلنا هي 2 مونوسكرايد يونت linked by glycosidic bond. الأصلة الموجودة بالسكريات بين سكر أحادي وسكر أحادي هي glycosidic bond. قلنا الموجودة بالبروتين هي peptide bond. الكوندنسيشن and hydrolysis. Condensation هي forming reaction of a glycosidic bond و hydrolysis اللي هي breaking glycosidic bond. The OH group that is most reactive in monosaccharide is the one on the anomeric carbon. يا هي الانومريك كاربون. انومريك كاربون قلنا هي الكربون الجديدة اللي تكونت لنا من صار مركب حلقي cyclic form. When hydroxyl a group react with another hydroxyl group on the another monosaccharide OH مال anomeric carbon من حتتفاعل ويا غير OH بغير monosaccharide ايش حيساوي لنا؟ حيساوي لنا تتكون لنا glycosidic bond is formed. حنجي نشوف هذا الالفا دي جلوكوز. قلنا كل السكرايد الموجودة داخل الجسم هي من النوع دي فورم. زين هذا على أي أساس قلنا هذا ألفا؟ لأنه الأو إتش موجودة لي جوا. قلنا إذا الأو إتش موجودة لي فوق هيش كأنه ما نرسم بيتا فلي فوق، فالأو إتش موجودة لي فوق بالبيتا، بالألفا الأو إتش للأسفل. فالمونوسكرايد الأول اللي هو ألفا دي جلوكوز من حيتفاعل ويا الفا دي جلوكوز لاخ هم الفا، هاي الاو اتش اللي هي الانوماريك كاربون اللي قريبة على الاو. طبعا هذا الشكل مطلوب حفظ من حنسوي انه اقول لكم رسموا لي الفورميشن مثلا مال مالتوز، الفورميشن مال لاكتوز، فورميشن اوف سليلوز. طريقته شلون ترسم مطلوبة من عندكم، ومكانات ال OH وال H ما يصير قلنا سولها شيفتنج، تبدلون واحد فوق واحد جوا ما يصير. ال OH اللي جوا وال H فوق ما يصير، نقلبها بهاي الآصرة. نجي على هاي الألفا حتتفاعل ويا ال OH المرتبطة بالكربون رقم 4، ش حتكون لنا؟ حتكون لنا دايسكرايد. هاي الآصرة صارت هيك شكلها، اسمها glycosidic bond. هذا المركب هو المالتوز. المالتوز متكون من 2 مولكيول اوف جلوكوز، وهسه حنجي ناخذه. اذا حنلاحظ شنو طلع لنا؟ هذا ملون بالاحمر، طلعت لنا جزيئه ماء. formation of glycosidic bond is example of another type of organic reaction. During this reaction, molecule of water is eliminated as the two molecules joined. من حترتبط الجزيئتين حيطلع لنا جزيئة مي. فالcondensation reaction عكسها الhydrolysis reaction. إذا أريد نعرف تفاعل condensation أو التكثيف، هنقول is a type of reaction that occurs when two molecules are joined and water molecule is produced. This type نقدر نسميه dehydration reaction. الhydrolysis التحلل it is reverse of condensation reaction. A larger molecule الجزيئات الكبيرة حتتقسم إلى، نقدر نفسخها إلى جزيئات أصغر بواسطة التحلل، وطبعا حتستهلك جزيئة مي هنا. هذا الفرق بين الكوندنسيشن رياكشن والهيدروليسيس رياكشن. نجي على تسمية الجلايكوسيديك بوند. احنا حكينا على تسمية البيبتايد بوند وقلنا نفس الحامض الاميني، بس نهاية الاي ان اي حنقلبها حنسويها واي ال. هنا شنو عندنا؟
هنا حيصير التسمية تختلف. In the naming of a glycosidic bond, it is necessary to name the configuration. شنو معنات الconfiguration؟ هل هي ألفا؟ هل هي بيتا؟ As the carbon involved in the bond formation. والكربون اللي دخلت بتكوين العصرة. انتبهوا وياي. In the case of maltose, the glycosidic bond is specified as alpha 1,4. تنقري alpha 1,4. هنا نبدأ نشوف شنو معنات alpha 1,4. أول سكر دخل نوع ألفا لو بيتا نوع ألفا، حنكتب ألفا، نفتح قوس، هذا الـ OH بيا عصرة، بعصرة الأولى الكربون الأولى ارتبط ويا كربون الكربون الرابعة، فحنقول بالقوس واحد ارتبط بأربعة إلى أربعة، أوكي واحد إلى أربعة، فصارت الآصرة هي alpha 1,4 glycosidic bond. If the OH group had been the beta configuration, ش حيصير؟ حيصير beta 1,4. وهسا حناخذ أمثلة على alpha وعلى beta. For important disaccharide, أكو أربع أنواع مهمة من الدايسكرايد، اللي هي المالتوز واللاكتوز والسكروز والسليبايوز. طبعا نشوف كلها تنتهي ب OSE. قلنا شنو معنات رمز هاي ال OSE؟ هاي ال OSE تدل على هذا المركب، هاي الجزيئة هي سكر. The formation of these four common disaccharides is outlined below. مين تجي؟ المالتوز يجي من اتحاد جزيئتين الفا جلوكوز، اللاكتوز يجي من اتحاد جلوكوز وغالكتوز وموجود وين؟ بالحليب. السكروز اللي هو تيبل شوغر، سكر المائدة، this combination of glucose and fructose. والسيليبايوز combination بعون تبهو 2 بيتا جلوكوز. الفرق بين المالتوز والسيليبايوز انه هذا الفا هذا بيتا، شوفوا صارت اصلا غير مركب، فرق بس بالكونفيجريشن. وين موجود؟ موجود بالبلانت ماتيريال، ويعتبر من الستركتشرال كومباوند. حناخذ طبعا واحد واحد مات التراكيب، تراكيبهم مطلوبة، شلون يتكونون مطلوبة، نوع العصرة منهم كلش مهمة، نوع العصرة بواحد واحد. حنجي formation of maltose. Maltose is linked by alpha 1,4 glycosidic bond between alpha OH اللي هي هاي alpha OH on the first glucose بالجلوكوز الأول، ويا منو؟ ويا OH on carbon 4 of the second glucose. قلنا ال OH مع الكربون الأولى ويا ال OH مع الكربون رقم 4 حيتحدون، الثنين alpha حيرتبطون، صارت هاي العصرة. هاي العصرة شنو نوعها؟ alpha 1,4 glycosidic bond. وأرجع وأكرر أنواع الأواصر بكل دايسكرايد أو بكل بوليسكرايد مهمة جدا 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 جدا، أوكي؟ هاي اللي بقت هاي هنا نهم أنومرك، صح؟ إحنا قلنا بالواحد اللي هي من صار سايكليك تكون لنا نيو كيرلس كاربون، فشنو صار؟ سميناها أنوماريك كاربون. فهنا هذا مال الجلوكوز الثاني مرتبط، فبعدها حرة produce
partial hydrolysis of starch either by salivary or pancreatic amylase. من يتكون هذا المالتوز؟ من تحلل الجزئي للستارش للنشا، أما بواسطة أميليز الموجود باللعاب أو الأميليز الموجود بالبنكرياس اللي ينفرز من البنكرياس يعني قصدي. واضح؟ هذا المالتوز. من هو المالتوز؟ هسه نجي رايد باش كم مرة عايدت ياكم آني نوع العاصرة هنا وبالرسم، فما يحتاج بعد أكرر أنه العواصر شقد مهمة. One of the anomeric carbon اللي هي قلنا هاي is free، ما مرتبطة. So maltose is reducing sugar. شنو معنات reducing sugar؟ معناه سكر مختزل. هذا السكر المختزل هاي ال OH تقدر تتفاعل ويا البنديكت ريجنت ويتفاعل بنديكت وتطينا لون، وبالنتيجة نعرف انه هاي العينة بيها شوغر فيسموه reducing reagent. اذا جبت لكم ليش هذا reducing reagent، هنقول لانه الانومريك كاربون بي انومريك كاربون فري. اوكي، لو اجيب لكم مثلا نوع من انواع الدايسكرايد العاصرة مالتهم الفا 1-4 ويعتبر reducing sugar، يا هو انت تقولوا لي هذا المالتوز. زين الاسم الحلو الصغيروني مالته شنو؟ حنجي نسميه، احنا قلنا هذا جلوكوز وهذا جلوكوز والمختصر اسمه مالتوز. زين اسمه المعدل اسمه العلمي شنو؟ حنقول الفا اول واحد الفا دي جلوكو بيورانوسيل، هم حطينا YL ألفا دي جلوكو بيورانوسيل، قلنا هاي جاي من البيوران فاسمه بيورانوسيل 1-4 من 1 إلى 4 هاي مكان العاصرة، ارتبط ويا ألفا دي جلوكو بيورانوسايد، هاي سايد نهاية السلسلة آخر شيء حنحط السايد الفا دي جلوكو بيورانوسيل 1-4 الفا دي جلوكو بيورانوسايد. هسه السيليبايوز. السيليبايوز on the another hand is formed from 2-B-glucose molecule which are linked by beta 1-4 glycosidic bond. بصورة أخرى السيليبايوز قلنا يختلف عن المالتوز، المالتوز جزيئتين ألفا جلوكوز، هنا الجزيئة هي بيتا نوع العاصرة بيتا، فهاي بيتا ال OH ما تلي فوق حترتبط ويا هاي ال OH أصلا مالت الأربعة اللي جوا، حصير هي شكل العاصرة. واضح شكل العاصرة مثل الكرسي درج، شوفوا انتو شو تريدون تعبرون عنها، هذا شكل العاصرة بالبيتا 1-4 بالسيليبايوز. اوكي، شنو الفرق السيليبايوز عن المالتوز؟ هذا متكون من المالتوز اقصد متكون من الفا جلوكوز، والسيليبايوز متكون من بيتا جلوكوز. اللاكتوز اللي هو الميلك شوغر. لاكتوز is disaccharide found in milk and milk products، موجود بالحليب ومنتجات الألبان. وين يصنع؟ synthesized by mammary gland during lactation، خلال عملية الرضاعة. make up 6-8% of human milk and about 4-5% of cow milk. زين مين حيتكون لنا هذا اللاكتوز؟ اللاكتوز is disaccharide of beta galactose
and alpha or beta glucose. يتكون لنا الجالكتوز لازم نوعه بيتا. هذا تركيب الجالكتوز، ايضا ما يحتاج اقول لكم حفظ اكيد. البيتا جالكتوز وين محطوطه الاو اتش مالته؟ لي فوق، فاذا هو بيتا. كل الموجود بالجسم هو دي فورم، فبيتا دي جالكتوز ويا يا اما الفا يا اما بيتا جلوكوز، فيصير هذا نوعه الفا، حنقول الفا دي جلوكوز. The bond in lactose is، باعتبار اول وحدة هو بيتا فصار بيتا 1,4 glycosidic bond. ليش؟ because the OH on the carbon 1 of the beta glucose form كونت glycosidic bond with the OH group on the carbon 4 of D glucose molecule. لأنه ال OH الموجودة بالكربون رقم 1 اللي هو نوع بيتا بالجالكتوز حترتبط ويا ال OH الموجودة بالكربون رقم 4 فصار بيتا 1,4. أيضا هاي ال OH مع المركب الثاني اللي هو الجلوكوز حرة، فإذا اللاكتوز هو reducing sugar، سكر مختزل. طلعت جزيئة مي منه وتكونت العصرة الجلايكوسيدية بيتا 1,4 glycosidic bond. باعوا السهم يكون واحد وراها سهم ورقم، مو عصرة مو شارحة، سهم، لأنه واحد إلى أربعة. ألفا لاكتوز اللي هو دايسكارد، تردون ترسموه هيك شكله، يعني هذا صعدوه شوية فوق حتى هيك يصير، تردون تسووه مثل هذا الكرسي، سووها هيك عادي، الاثنين موجودات والشكلين صحيحات. هذا اللاكتوز وهذا الجلوكوز. باع الجلوكوز واللاكتوز نفس اللي قلنا، الجلوكوز واللاكتوز هما من هما؟ هما عبارة عن ايش قلنا؟ اللاكتوز والجلوكوز هما عبارة عن أبيمرز. الجالكتوز الأبيمرز مع الجلوكوز يختلفون بيا سي، يختلفون بسي 4، أبيمرز at سي 4. باعوا كله نفس الرسم ما عدا هاي بالكربون الرابعة، بالجلوكوز الـ OH اللي جوا، بالجالكتوز الـ OH اللي فوق، باقي التركيب نفسيته. أوكي، حتى هاي سهل عليكم بالحفظ. الجلوكوز والجالكتوز يختلفون فقط بال orientation around the carbon 4. اللاكتوز ردينا حنعيد، شنو البوند مالته؟ بيتا 1,4. ايضا one of the anomeric carbon is free so lactose is reducing sugar، فاذا اللاكتوز هو ايضا سكر مختزل. هاي ال OH مال الجلوكوز اللي فوق فهذا بيتا دي جلوكوز، فانتبهوا اذا جبت لكم البيتا دي جلوكوز ترسموا لي اياه، او جبت لكم الالفا دي جلوكوز. طبعا هاي البيتا والالفا نقصد على الانوماريك، ما نقصد على الآصرة، لانه الآصرة خلصانين منها هي بيتا 1,4. اذا جبت لكم رسموا لي فد نموذج عن الدايسكرايد ببيتا 1,4 انتو ترسمونه كيفكم تسوون، ها اذا انا ما محددت لكم كيفكم تسوون الجلوكوز مالته الفا اور بيتا. زين، اسم اللطيف الصغيروني شنو؟ بيتا، اول واحد بيتا، دي جالكتو بيورانوسيل 1 الى 4، هاي مكان الآصرة، بيتا دي جلاكو بيورانوسايد، هذا الاسم العلمي مالته. لاكتوز is hydrolyzed to this monosaccharide،
هيتكسر بيطلع لنا الجالكتوز والجلوكوز by the action of يا انزيم by the action of the lactase enzyme. Lactase in human being بجسم الإنسان and by the galactosidase in bacteria بالبكتيريا هيتكسر بواسطة إنزيم galactosidase وبال human being بجسم الإنسان يتكسر بواسطة إنزيم lactase. Lactose is formed in urine of a pregnant woman. ليش اللاكتوز يتكون باليورين of a pregnant woman؟ ليش؟ يعني ايش معنى pregnant woman يظهر بيها اللاكتوز؟ هنا عندنا باعتبار بي free anomeric carbon فهو reducing sugar فحيطينا positive test with copper containing reagent اللي موجود بالبنديك reagent والمفروض اشتغلتوها بالمختبر حتى نعرف هذا reducing sugar. واضح؟ هذا بالنسبة لللاكتوز. هسا نجي على السكروز اللي هو النوع الرابع من أنواع الدايسكرايد. السكروز من حيتكون؟ السكروز مختلف شوية عن البقية. consist of alpha D glucose and beta D fructose. حيتكون من سكر موجود شكله من البيوران وسكر شكله من الفيوران. alpha D glucose سكر aldehyde ويا بيتا دي فركتوز اللي هو سكر كيتوني. هاز هسا حنجي وين حتتكون الأصل الببتدي. انتبهوا وياي الأنوماريك كاربون مال سكر الهيمي كيتاليك اللي هي برقم 2 الهيمي أسيتايل رقم 1 الأنوماريك كاربون مالتها فحيتجي هنا الأصل الأصل بين OH الموجودة برقم 1 ويا الـ OH الموجودة برقم 2 اللي هي الكربون رقم 2 معناها الأنومر كربون بالمولكيول الثنين حتدخل بالجلايكوسيديك بوند فحنقول نوع الأول. نوع الأول شنو نوع ألفا الثاني شنو نوع صاعد الـ OH اللي فوق بيتا حنقول ألفا فارزة بيتا من جاية من 1 إلى 2 glycosidic bond. أعيد طلاب وانتبهوا وياي السكروز قلنا يختلف عن باقي الدايسكرايد بشنو يختلف؟ هو حيتكون لنا من ألفا دي جلوكوز ويا بيتا دي فركتوز. الجلوكوز ما قلنا حيصير سايكليك حيصير هيمي أسيتايل. الفركتوز من حيصير سايكليك لأنه هو كيتون شوغر حيصير هيمي كيتايل. نوعه الشكل الحلقة مالته خماسية هذا الحلقة مالته سداسية. زين الأصل من حتتكون؟ حتتكون ويا الأنوماريك كاربون مال أول ويا الأنوماريك كاربون مال ثاني. فبالنتيجة إيش نقدر إيش نستنتج مننا؟ هنستنتج انه هو مو reducing sugar لانه ال OH مال 2 anomer is consumed by glycosidic bond استهلكت تكوين الglycosidic bond. حنجي نسميها باعتبار الانومرين دخلوا فحنسمي الاول الفا مال جلوكوز نوع الفركتوز شنو بيتا الأصل من وين لي وين 1 إلى 2 هاي كلش مهمة تحفظوها بهالشكل. يعني كتبت لي ألفا 1 2 غلط كتبت لي بيتا 1 2 غلط لازم ألفا لأنه حتى أفتهم الجلوكوز الأول ألفا الجلوكوز الثاني العفو الشجر الثاني شنو هو بيتا اللي هو الفركتوز. الأصل بيناتهم منو؟ من 1 إلى 2 يعني من
الاو اتش المرتبطه بالكربون الاول ويا الاو اتش المرتبطه بالكربون الثاني. اوكي، حتجي يرتبطون سوا، حتطلع لنا جزيئه مي، وحيصير هذا هنا الفا كونفيجريشن من جوا، وهنا البيتا صارت في الشكل هالآصر. هذا الشكل الحلقي مال الفركتوز. حيرتبطون، مثلا اجيب لكم write the formation of sucrose، هنا ترسموا لي هذا الجلوكوز وترسمون الفركتوز وتحددون وين حصير الآصرة وشلون صارت، وتكتبوا لي طبعا الاسم. هذا رسم لاغ يوضح لنا السكروز. The glycosidic bond is alpha beta 1 2. طبعا ما يصير نسوي بيتا الفا لانه هو اول واحد الفا، الثاني بيتا اللي هي قلنا هاي الانومر الكربون الاول ويا الانومر الكربون الثاني، والآصرة الفا بيتا 1 2 2 glycosidic bond. Both anomeric carbon of monosaccharide and sucrose are bonded. الاثنين ارتبطت، فبالنتيجة sucrose is not producing sugar وما يتفاعل ويا Benedict reagent. أخذتوا Benedict reagent بالمختبر، السكروز ما يعطينا positive result with Benedict reagent. Sucrose can be cleaved into its component monosaccharide by the enzyme saccharase. يتكسر بواسطة انزيم الساكرايز. اسم العلمي الطويل الصغيروني شنو هو؟ نا الفا دي جلوكوبيورانوسيل 1 إلى 2، هذا السهم طافر لازم هنا. بيتا دي فركتوفيورانوسايد، ليش قلنا فيورانوسايد؟ لأنه نوع الحلقة هو حلقة فيوران فصار فيورانوسايد فركتوفيورانوسايد، ما نقول فركتوفيورانوسايد غلط، فركتوفيورانوسايد حتى نعرف شكل الحلقة هي فيوران. واضح طلاب؟ هذا فيما يخص الدايسكرايد. هسه نجي على reducing properties. دايسكرايد with alpha or beta 1-4 linkage are reducing because they have free aldehyde group in one of the two monosaccharide. أي ارتباط 1 إلى 4 كان alpha or كان beta فهو reducing sugar. lactose ومالتوز وسيليبايوس كلهم reducing sugar. سكروز الوحيد with الارتباط 1-2 linkage no aldehyde or ketone group is free. ما بي anomeric carbon free. Therefore سكروز is non-reducing sugar. سكر غير مختزل. واضح طلاب؟ زين، هسه نجي على البولي ساكرايد. بولي ساكرايد is polymer consisting of 100 to 1000 of monosaccharide. تتكون من مئات إلى آلاف الوحدات البنائية من السكريات الأحادية. طبعا ترتبط ببعضها باي شنو؟ باي glycosidic linkage، آصرة glycosidic. Four biological important polysaccharide اللي هي أربع أنواع: الستارج والجلايكوجين والشايتين والسيليلوز. صار عندنا أربع أنواع دايسكرايد وحناخذ أربع أنواع بوليسكرايد. All starch وglucose and cellulose are polymer of D-glucose. الستارج والجلايكوجين والسيليلوز هي عبارة عن بوليمر من الديجلوكوز.
But they differ in type of glycosidic bond. يختلفون بنوع العصرة الجلايكوسيدية. And or the amount of branching. أو بعدد التفرعات بين بعضهم البعض. Cellulose and chitin are polysaccharide with beta glycosidic linkage. Cellulose والشيتين الموجودين نوعهم beta glycosidic linkage العصرة بيتا. And both are structural material تكون مواد هيكلية. الستارش والجلايكوجين polysaccharide نوع العصرة بيناتهم alpha glycosidic bond. بالسليلوز والشيتين هي بيتا وبالستارش والجلايكوجين هي ألفا. And they serve as carbohydrate storage polymer in plant and animal respectively. الستارش ينخزن بالنباتات والجلايكوجين ينخزن بالحيوانات أو الأنيمالز. هنبدي بالستارش. هذا شكل البوتيتاية الحلوة اللي تعطينا غنية بالنشويات الستارش. Starch contain mixture of amylose and amylopectin. شنو معنات الأميلوز وشنو معنات الأميلوبكتين؟ أميلوز اللي هو هذا التركيب مادة، طبعاً لأن التراكيب مطلوبة. Amylose is an branched polymer form alpha helix of D-glucose. يسوي لنا alpha helix متلولو of D-glucose. شنو الآصرة مالته؟ alpha 1 for glycosidic bond. انتو حاضين الستركتشر مال جلوكوز حترسمون ترسمون 1 4 كأنما راسمين المالتوز. ترسمون لفد ثلاث جزيئات وتعوفون أهم شيء الجزيئة الأخيرة مفتوحة حتى يبين أكو تكملة، مو تسدوها مو تحطون هنا OH، لا نعوفها كجلايكوسيديك بوند. الرابطة أهم شيء ألفا 1 فور جلايكوسيديك بوند. الأميلوبكتين شنو مالته؟ أميلوبكتين is like amylose يشبه الأميلوز. تشوفون الأميلوبكتين يشبه الأميلوز but has extensive branching يحتوي على تفرعات. التفرعات منين حتجي؟ ألفا 1-6 glycosidic bond. هاي نوع العاصرة الألفا 1-6 منها حيجي ألفا لجوة فهو ألفا 1 إلى 6 الكربون السادسة بالسلسلة الطويلة فحيصير ألفا 1-6. فالأميلوبكتين بي نوعين أواصر، بي ألفا 1-4 glycosidic bond وبي ألفا 1-6 glycosidic bond. أعيد، الستارش اللي هو موجود بالنباتات يتكون من مزيج من الأميلوز والأميلوبكتين. شنو الفرق بين الأميلوز والأميلوبكتين؟ الأميلوز والأميلوبكتين الثنين polymer of the glucose، ثنين عبارة عن polymer من السكر الجلوكوز. الفرق بيناتهم أنه الأميلوز يكون سلسلة طويلة غير متفرعة، نوع العاصرة بي فقط ألفا 1-4 glycosidic bond، وقلنا هاي الرسم مالتها. نجريد نرسم الأميلوبكتين. هتقولي لي شنو الفرق دكتورة بين الأميلوز والأميلوبكتين؟ الأميلوبكتين نفس الأميلوز بس الفرق أنه بيتفرع. التفرع وين حيكون؟ حيكون بين ال OH الموجودة بالسي الأولى ويا ال OH الموجودة بالسي 6، فحيكون الآصرة alpha 1-6 glycosidic bond.
هاي عاصرة التفرع. إذا جبت لكم بالاختيارات شنو عاصرة التفرع، حطيت لكم أنواع عواصر، مثلا من ضمنها بيتا 1 6، صح لو غلط؟ غلط طبعا. تختاروها؟ لا ما نختارها، لأنه العاصرة نوعها ألفا 1 6. فانتبهوا طلاب، هاي بالنسبة للستارج، وهذا رسم أوضح للأميلوز. هنا مبين لنا، قلت لكم تقدرون ترسمون فد 3 جزيئات كافي، وأهم شيء الجزيئة الأخيرة تبقوها بشكل العاصرة. مو تحطوا لي هالسهم بدون الأو، بس هيجي الأميلوبكتين لا بتفرع. نرسم هم فد 3 وحدات، هنا مبقي مفتوح، وبالثالث هم نرسم حتى لو جزيئة واحدة وتعوفوها مفتوحة، الباقي هم صحيحة. الرسم حيصير، حيكون الفا 1 4 هنا العاصرة، وهنا العاصرة الفا 1 6. هذا الفرق بين الأميلوز والأميلوبكتين اللي يتكون من عندهم الستارج. حنجي للكلايكوجين اللي هو هاي العاصرة، هذا قصدي الستركتشر مالته. الكلايكوجين اللي هو الأنيمال ستارج، اللي هو النشاء الحيواني، مخزون الكربوهيدرات داخل الحيوان والهيومن بينج. إزلايك أميلوبكتين يتكون في المركبات تشبه الأميلوبكتين، consisting of several branched chain of alpha D-glucose, except it is even more highly branched. الفرق بين الجلايكوجين والأميلوبكتين أنه هو الجلايكوجين يكون بأكثر تفرعات. الجلايكوجين وين يصنع؟ يصنع داخل الليفر عند المصل. Animals store glycogen in liver، تخزنها داخل الكبد، about a one day supply in a human، and it is used to maintain fairly constant blood sugar level between meals، من فترات الصيام، من الزيد فترة بين الوجبات، من الإنسان ما يأكل حيستهلك كل الكربوهيدرات الموجودة بالأكل، فحيتجه إلى الجلايكوجين يكسره ويطلع عنه جزيئات السكر حتى يستخدمها لإنتاج الطاقة، وإن شاء الله هاي حناخذها بالكورس الثاني بالميتابوليزم. هسه احنا كل اللي درسناه وحندرسه بهالكورس، الكورس الثاني حناخذ طريقة ايضا. هسه بناخذ طريقة تكوينه، بالكورس الثاني نسوي طريقة هدمه وشان نستغله بتوفير الطاقة. السليلوز is the major structural component of a plant. Major structural component of a plant. Especially of food and plant fiber. خصوصا بالفايبرز بالألياف. Cellulose is unbranched polymer. غير متفرع، ما بي 1 6، of the glucose molecule، يعني يشبه منه؟ يشبه الأميليز، غير متفرع. شنو الفرق بيناته؟ الفرق انه العاصرة بالأميليز الفا 1 4، هنا بيتا 1 4، هنا نوع العاصرة بيتا 1 4، وهذا شكل ثاني لرسم العاصرة البيتا 1 4. ايضا ترسموا لي فد 3 جزيئات ماء السكر، ونعوف اللخة اخر واحدة مفتوحة منها ومفتوحة، حتى تبين اكو سلسلة بعد وتكملة. شنو وإذا صارت بيتا 1 4؟ احنا من نقول انه الأكل مفروض يكون بألياف هواية، ليش؟ يعني يكون صحي أكثر. على أي أساس نقول ما الغذاء من يكون يحتوي على more fibrous it is more healthy؟ لأنه الألياف تحتوي على كمية عالية من السليلوز. السليلوز بالعاصرة اللي هي بيتا 1 4،
الجسم يقدر يكسر الألفا وان فور. ما عنده إنزيم جسم الإنسان اللي هو إنزيم الأميليز، جسم الإنسان ما عنده، فبالنتيجة ما حيقدر يكسر العاصرة اللي داخل السليلوز بيتا وان فور. لذلك البيشنت اللي يعانون من الإمساك مثلا يقولوا لهم أكلوا تفاح، أكلوا ألياف، يساعد في عمل الأمعاء، يساعد في تنظيم الجهاز الهضمي، في هضم الأكل. ليش؟ شلون يساعد بالهضم؟ لأنه هاي هنا العاصرة البيتا 1-4 الجسم ما حيقدر يهضمها، فبالنتيجة يريد يتخلص منها بأسرع طريقة، يعتبرها أنه فد مادة غير مرغوب بها ويريد يتخلص منها. فمن حيتخلص منها حتلتصق بيها باقي المواد وباقي السموم الموجودة بالأمعاء أيضا تطلع وياها. لذلك يكون الغذاء كل ما هو متنوع وبيه أنواع من الفايبر حيكون more healthy. ليش؟ إذا أجاكم بالامتحان، لأنه الفايبر بسليلوز عالي، بالنتيجة السليلوز بالآصرة بيتا 1-4 glycosidic bond، وهاي الآصرة الإنسان ما عنده إنزيم السليليز اللي يكسرها وما حيقدر يهضمها. واضح؟ وطبعا هذا تركيبة، باعوا تركيبة repeating disaccharide in cellulose اللي هو البيتا سيليبايوز. احنا قلنا بالدايسكرايد السيليبايوز قلنا من البيتا جلوكوز العاصرة بيتا 1-4. ايضا هنا هاي repeating unit مال سيليلوز. لذلك السيليلوز والسيليبايوز يعتبرون من structural component in plant. اما هنا فهاي repeating unit of maltose. هسه الشايتين شنو يفرق بيناتهم عن الشايتين؟ الشايتين هو عبارة عن polysaccharide that is similar to cellulose. يعني شنو الفرق بيناته إذا هو يشبه السليلوز؟ in both structure and function، هم وظيفته وهمين تركيبة. which is also linear homopolysaccharide، أيضا عبارة عن سلسلة غير متفرعة من الهوموبوليسكرايد، متكونة من one subunit one type with all the residues linked by beta 1-4 glycosidic bond. فالحكي مال هضم اللي حكيناه على السليلوز ينطبق على الشايتين ايضا. وين حيختلف؟ شايتين differ from cellulose in the nature of monosaccharide unit. بالسليلوز المونوساكرايد يونت مالته هو عبارة عن جلوكوز، بالشايتين المونوساكرايد مالته هو ان اسيتايل بيتا جلايكوسينامين. هذا ان اسيتايل بيتا دي جلوكاسينامين. The latter component differ from glucose only in substitution of an acetyl amino group اللي هي هاي الجروب for hydroxy group OH on carbon C2. هسه حنشوفه. هذا تركيب ال N acetyl beta glucose amine. شنو الفرق؟ الفرق بس هاي مجموعة الأسيتايل أمين المرتبطة ب OH مال C2. هنا ال OH اجت بمكانها هاي ال NH C double bond O CH3 اللي هي الأسيتايلامين. الآصرة 1-4 نفس تركيب أو رسم السليلوز، بس الفرق هنا ال OH حتتغير بهاي
العصرة بهاي الـ functional group. الـ OH هتتغير بالـ NH C double bond O CH3. هذا فيما يخص موضوع الكربوهيدرات. أخذنا الكربوهيدرات شنو هي، شنو فوائدها، وأخذنا المونوسكرايد وأنواعها، الألديهايد والكيتون، وشفنا من هو حيكون، حنسوي له سايكليك، حيتصير بي نوعين اللي هي الهيميكيتايل والهيمي أستايل، وشنو الفرق بيناتهم. ومن حيصير سايكليك حيطلع عنا الأنوماريك كاربون، وهاي الأنوماريك كاربون حتتحكم بالسكريات الثنائية اللي تكون reducing و non-reducing sugar. السكريات الثنائية أخذنا أنواعها الأربعة، وأخذنا الأنواع الأربعة للسكريات المتعددة اللي هي البوليسكرايد. أرجع وأقول نهاية كل محاضرة، أي سؤال أي استفسار ما تعرفوا، أي شيء ما تفتهموا، كتبوا وأني أشرح لكم مرة تلخ. وإن شاء الله يا ربي كل التوفيق والموفقية، وشكرا لحسن الإصغاء.